الأكل شيء أساسي ومهم بحياتنا اليومية وحلو كتير، بس رغم كل حلاوته له جانب سلبي وهو السمنة. هل السمنة لها أضرار صحية مرتبطة بمرض السكر؟ دكتور هاني حيجاوبنا أكيد على هالسؤال. السمنة مرض وراثي جيني مزمن يتميز بأن الشخص المصاب به معامل كتلة الجسم بتاعته بتكون أكتر من 30. شو يعني كتلة الجسم؟ كتلة الجسم هي الوزن بالكيلوغرام مقسوم على مربع الطول بالمتر. طب ليش بنقول عنه مرض مزمن؟ مزمن يعني ما بيخفش أو صعب جدا الشفاء منه ويحتاج إلى العلاج مدى الحياة. بنقول عليه جيني أو وراثي لأن المرض ده مسجل على الجينات الوراثية. الأول نقول يعني إيه مرض. الجمعية الطبية الأمريكية عرفت إن عشان نقول على حاجة إنها مرض لازم يكون لها ثلاث حاجات أو تتميز بثلاث نقط. النقطة الأولى هي إن لازم يكون في اختلال في حاجة من وظائف الجسم. في حالة السمنة عندنا حاجات زي السكر زي الضغط زي الكوليسترول وما شابه. يعني السمنة هي سبب رئيسي لارتفاع السكر والضغط والكوليسترول. تاني حاجة هي ان لازم هذا المرض يكون له حاجة مميزة. بالنسبة للسمنة هي تراكم الدهون. تالت حاجة ان نتيجة لهذا المرض لازم في النهاية يكون عندي ضرر ما على حاجة في الجسم. السمنة هي السبب الرئيسي لأمراض القلب والشرايين والسكر وخلافه، وبعض الأورام بعض السرطانات سبب فيها والسمنة. بعد شرح الدكتور عن السمنة وصلنا لنتيجة أنه السمنة مرض مزمن ووراثي وجيني، إلى أي مدى يا دكتور؟ في عندنا أبحاث كثيرة اتعملت على توائم تم تبنيهم بواسطة عائلات مختلفة. بنلاقي ان التوائم المتطابقة لما بيوصلوا لأي سن الوزن بتاعهم بيكون نفس الرقم وفي حدود فرق أقل من 2%. يعني لو ولد وزنه 80 كيلو هيبقى أخوه التوأم اللي عايش في بلد تانية اللي عمره ما شافه وزنه برضو في حدود 80 كيلو. في دراسات تانية اتعملت على أطفال كانت من أسر رفيعة اتبنتهم أسر تخينة وأطفال من أسر تخينة اتبنتهم أسر رفيعة. الطفل اللي جاي من أسر رفيعة حتى وهو قاعد في أسرة تخينة عمر وزنه ما بيزيد، بينما الطفل اللي جاي من أسرة تخينة وقاعد مع أسرة رفيعة بيفضل بيتخن برغم إن هو بيبقى بيت الأسرة ما حدش فيهم تخين. بس بهذا المضمون في ست عم تسأل عبر السوشيال ميديا عم تقلك إنه أنا رفيعة مش تخينة يعني ولادي تخن، كيف بيكون مرض السمنة وراثي بهذه الحالة؟ بالنسبة لسؤالها في حاجة اسمها الجينات الفوقية أو epigenetics. الجينات الفوقية هي جينات بتستحدث في جيل ما كانتش موجودة قبل كده. مثال على ده، واحد اتعرض لصدمة أو تجربة سيئة زي ان هو مثلا عضه كلب وكانت هذه القصة بالنسبة له مأساة وصدمة نفسية قوية في حياته. هتلاقي ان ولاد هذا الشخص بيطلعوا من يوم ما بيتولدوا بيخافوا من الكلاب، واحفاده ممكن جدا يطلعوا بيخافوا من الكلاب مع انهم ما يعرفوش السبب. فوبيا وراثية بسبب تجربة سيئة اتعرض ليها الجد، فدي جينات مستحدثة. هل السمنة حقا مرض وراثي ومجتمعي؟ لمعرفة الجواب تابعونا في الحلقة القادمة من سكر مظبوط.